السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شارك. نائب آخر يختفي في عاصمة الأمن والأمان والجيش والشرطة بنغازي بعد سهام سرقيوة التي لم يعرف مصيرها رسميا حتى الآن. وقد اختفى إبراهيم الدرسي هذه المرة، الذي يأتي اختفاؤه في يوم احتفال حفتر بالذكرى العاشرة لما تسمى عملية الكرامة، التي زعم حفتر وإعلامه أنها أعادت الأمن والأمان لبنغازي، لتضرب هذه الرواية أو تضرب هذه الرواية في مقتل من خلال ما جرى مع النائب إبراهيم الدرسي. وهذه الحادثة جعلت رواية حفتر مثارا للسخرية، خاصة أن اختطافه أو اختطاف الدرسي كان عقب مشاركته في الاحتفالات. ولتعيد هذه الحادثة أيضا للذهن كل مظاهر الجريمة التي شهدتها المدينة بعد سيطرة حفتر عليها، من مداهمة لبيت النائبة سهام سرقيوة واختطافها إلى حادثة قتل الناشطة حنان البرعصي في الشارع في وضح النهار، إلى حوادث شارع الزيت ومقتل محمود الورفلي والمهدي البرثي وغيرها من الأحداث. وسائل الإعلام تحدثت أن اختطاف إبراهيم الدرسي كان بسبب ملاسنة جرت بينه وبين عناصر أمن تابعين لحفتر، وتحدثت مصادر أخرى أنه موجود بسجون وزارة الداخلية في الحكومة الموازية، وأنه مصاب بطلق ناري في إحدى رجليه، رغم ادعاء وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقا في اختفائه. وفي هذه الحلقة نطرح عليكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام هذا الموضوع من خلال سؤال الحلقة: برأيك من يقف وراء اختطاف النائب في برلمان طبرق إبراهيم الدرسي في بنغازي، ولماذا؟ يمكنكم المشاركة معنا عبر الاتصال على الأرقام التالية 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. يمكنكم أيضا الاتصال عبر الفايبر على الأرقام 0218-94-466-56-80، 0218-94-466-56-81. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب بضيفي معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الله الكبير، الكاتب والمحلل السياسي كذلك. أستاذ عبد الله، السلام عليكم. بداية، عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. بداية، كيف تتابع هذه العملية أو أحداث ما جرى في بنغازي منذ الإعلان عن اختفاء إبراهيم الدرسي حتى اليوم؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولي السادة مشاهدي ومتابعي قناة التناصح. طبعا ليس غريبا أن يتم اختطاف الدرسي النائب في مجلس النواب من قبل ميليشيات وعصابات الكرامة. الرواية التي سمعناها أعتقد أنها الأقرب إلى الحقيقة، وهو أنه تعرض لتفتيش دقيق ولم يجد من بين الحراسات ومن بين من قاموا بتفتيشه أي عناصر من قبائل برقة من الذين يعرفهم، وجد أنهم غرباء أغلبهم من قبيلة حفتر ومن أقرباء حفتر، وبالتالي تضايق من هذا الأمر وقال حسب الرواية، وأعتقد أنها صحيحة وأرجح أنها صحيحة، قال تمينا غرباء في بلادنا. فيبدو أنه وربما قال كلاما آخر، ومن ثم تم اعتقاله وتم اختطافه ومصيره مجهول حتى الآن. طبعا هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، حتى وإن كان الدرسي في صف الكرامة ومن داعمي الكرامة، ليس من أعوان الظلمة بل من الظلمة أنفسهم، ومع ذلك لا نقبل له بهذا المصير، لا نقبل بانتهاك حقوقه كإنسان، حتى وإن اختلفنا معه، حتى وإن كان كما أشرت ليس من داعمي كرامة وداعمي الظلمة والظالمين، بل هو منهم، واحد منهم ومن الذين ساهموا في هذا المشروع الدموي الذي مزق ليبيا وأحالها إلى أشلاء وأوصلنا إلى ما أوصلنا إليه، له قدر، له نصيبه في هذه المأساة التي نعيشها الآن، ومع ذلك إن تمكننا منه نحاكمه محاكمة عادلة، هو ومن غيره ممن أجرموا. لا نقبل أن تنتهك حقوقه كإنسان،
ومع ذلك لابد أن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أعان ظالما سلط عليه. إذن الدرسي تم اختطافه من قبل ميليشيات عملية الكرامة، ومن يزعمون أن بلادهم أو مدينتهم هي أمن وأمان، أين الأمان إذا كانت سرجاوة حتى الآن مصيرها غير معروف؟ قبل الحديث عن الوضع الأمني أستاذ عبد الله، أعود بك مرة أخرى للرواية اللي حضرتك بدأت بها هذه الحلقة مرة أخرى. هذه الرواية تنقلها عن أي مصادر؟ هل لها مصدر؟ ولو تعيدها مرة أخرى، ما جرى لإبراهيم الدرسي أثناء الاحتفال بما يعرف بعملية الكرامة أو ذكراها العاشرة؟ الحقيقة أحد النشطاء ومن لهجته هو من أهلنا يعزون علينا، ونحن نشعر بمأساتهم التي يعيشونها الآن تحت حكم هذا الظالم وأعوانه ومرتزقته. قال أن الدرسي عندما جاء لحضور حفل الكرامة تعرض لتفتيش دقيق، وقبل أن يسمح له بالدخول بقي خلال هذا التفتيش وخلال الانتظار حوالي 3 ساعات، وعندما لم يجد من بين الذين قاموا بتفتيشه وربما أهانوه وعاملوه باستخفاف عكس ما يعامل به في الشارع في بنغازي كعضو في مجلس النواب يتودد له الناس ويتقربون منه، وجد الجفاء ووجد المعاملة الفظة من قبل هؤلاء الجلاوزة وهذه العصابات التي كانت تشرف على أمن الحفل، وأطلق هذه العبارة حسب رواية هذا الشاهد أو هذا الذي نقل الحادثة، قال: تمينا غرباء، تمينا غراب ولا غرابة ولا أغراب في بلادنا، يعني أصبحنا غرباء في بلدنا، يعني لم يجد أحد يعرفه من الذين قاموا بتفتيشه ومعاملته بفظاظة وبقسوة. على إثر هذه العبارة وربما تلاسن معهم وربما قال كلمات أخرى لم يذكرها هذا الناشط السياسي، ومن ثم تم اعتقاله وتم اختطافه. إذن ترجح حسب هذه الرواية أن من قام باختطافه تابع لخليفة حفتر؟ نعم، خليفة حفتر أو أحد أبنائه، واحد من هذه العصابة المجرمة التي أوغلت في الدماء وفي الإجرام. هناك مشهد طبعا لسيارته وعليها آثار دماء، وهناك كركم وهو نوع من البهارات يسمى بالليبي نقولوا له البزار، قيل أنه تم وضعه لتضليل كلاب الاختفاء الأثر. يروج، وأنا أعتقد أن هذه الرواية غير صحيحة بالمطلق، وإنما هي محاولة للتغطية على هذه الجريمة، أنه بالتزامن مع الاعتداء عليه تم مداهمة منزله وتفتيشه وسرقة منزله. هذا كذب وافتراء. من يريد أن يرتكب جريمتين في نفس الوقت ينبغي أن يحصر المكان، فالأفضل له كأي مجرم يعني أن بندير جريمتين، بنقتل الدرسي أو بنخطفه وبنسرقه في نفس الوقت، ما نديرش الجريمة الأولى في مكان وندير الجريمة الثانية في حوشة، لا، نخليه ونتبت في حوشة ونتأكد أنه في حوشة ونخش الحوشة نسرق، نرتكب جريمة السرقة إذا كان ناوي السرقة، ونرتكب جريمة القتل أو الاعتقال، مش هي هنا وصيحها في الوادي في ضواحي بنغازي يتم اعتقاله والله يتم اختطافه أو قتله الله أعلم عليه مصيره، وبعدين نجي في الليل نسرق حوشة. طبعا هذه رواية حاولوا تلفيقها كما لفقوا روايات حول هروب سهام سرقاوة وسقوطها من البنغازي، لكن هذه المرة كانت هناك استجابة أستاذ عبد الله سريعة من سلطات الحكومة الموازية في التابعة لحفتر في بنغازي، أصدروا بيان وقالوا بأن تلقوا هذا الخبر وأنهم يبحثون عن الدرسي وسيحققون في الحادثة، وقالوا وأكدوا أنه لم يقتل أو نفوا مقتله. طبعا لا شيء مؤكد حتى الآن، ربما يكون مصاب بطلق ناري حسب الرواية الشائعة والأكثر رواجا، أصيب بطلق ناري في رجله، تعرض ربما لضرب مجرح الآن يتلقى العلاج، هذه الرواية الأكثر رواجا، يتلقى العلاج تحت إمرة ميليشيا طارق ابن زياد التي يقودها المجرم ابن خليفة حفتر المجرم صدام حفتر، هذه الرواية الأكثر رواجا. لكن طبعا لا نعرف شيء، يعني هناك تكتيم، ونعرف أن هناك المنطقة تعيش تحت رحمة الخوف، لا أحد يستطيع أن يتكلم. كانت هناك ردة فعل صحيح من الحكومة
وحماد قال نشعر بقلق شديد، والنائب الثاني العريبي قال ما نرقدش في الليل ونفكر فيه. يعني الكل يعرف من الذي قام بهذه الجريمة، ولكن من الذي يستطيع أن يقول أن الملك عاري كما في القصة الشهيرة، أو كما نقول بالليبي من يقول للأسد أو للصيد فمك أبخر؟ من الذي يستطيع أن يشير إلى المجرم؟ هذه الإجراء نتابع بقلق، والأجهزة الأمنية مستنفرة، ومجلس النواب طبعا شعروا بالخطر الآن. يعني أنت وصلت في الدرسي، معناها خلاص يعني خطوة ثانية توصل في يناير، الآن أصبحوا مهددين كلهم، وبالتالي يتحتم عليهم اتخاذ هذا الموقف إلى طيب. حد معين لا يستطيعون تجاوزه، إلى اتهام الجاني أو المشتبه الأول فيه في ارتكاب هذه الجريمة. نعم، سأعود إليك أستاذ عبد الله، ابقى معي، متصلين نستمع لآرائهم حول هذا الموضوع. حياة من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك أستاذ محمد، كل عاملين معك في البرنامج وضيفك الكريم. حياكم الله، أهلا طبعا وسهلا. هني تعليقنا على ما يحدث. نعم، أهلا وسهلا، تعليق بك أكثر. طبعا هني تعليقنا على ما يحدث وسيحدث بإذن الله إن شاء الله تعالى، مسعرين بالأخير، مش حنين نرضاه ولا 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 الثاني يرضاه، ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقولهم صبرا يا أهل ليبيا، نسأل الله أن يكون الفرج قريب، وكل ساق سيسقى بما سقى، وبارك الله فيكم ميزان حسناتكم يا رب يوسع كثير. شكرا. طيب شكرا لك. عبد الله من بنغازي، السلام عليكم. سلام، مرحبا يا محمد. مرحبا بك سيد عبد الله، تفضل. والله انا حبيت اجي الحلقه على اللي صار في الزاويه، يعني حتى هي ازمه كبيره، وقلت اي حاجه في المنطقه الشرقيه اديروا عليها حلقه ومسبب. وانتم طيب خلاص، الموضوع هذا ان شاء الله يناقش ونشوفه، بالك نديروا حلقه عن الزاويه. بس جاوبنا على سؤال الحلقه يا عبد الله، من يقف وراء اختطاف النائب ابراهيم الدرسي؟ ليش انت هو انت قلت رايك، يعني ما زال ما سمعناش رايك احنا، تفضل. ما وانا نحكي لك انا في حلقه عن الزاويه قلت لك، لكن ما طبعا اللي شغل السيد ابراهيم الدرسي هذا امر احنا بنكره، لكن الروايه اللي حكاها السيد عبد الله يعني في ناس عارضت يفتشوا فيها، وعارضت ومدرس استقلال وغير، والله ما والله وانتخبت وانتخبت يتسلسوا وحتى الوطن العزيز. هو في امر ما في يد خفيه يعني بعدين الله ابراهيم الدرسي من جماعه المسلمين وكلها، يعني معقولة تدير عملية ضدنا حتى تكون في الاحتفال وتمشوا المدرسة؟ يعني رواية مظاهر رواية تخدم غير صحيحة في أشياء أنتم تفادوا في المياه العسلة. يعني أي خطأ يصير الجرم فيه أنا أصنع، أنا مش محسوب على القيادة، لكن الأمر في جريمة ما في يد خفية تخرب أمن بنغازي. من اليد الخفية هذه يا عبد الله؟ من يقف وراءها؟ غريب، يعني ليش سكرت الخط؟ يعني في أسئلة كثيرة تطرحها، أنت أنكرت الرواية اللي قالها الأستاذ عبد الله الكبير، وكنت أحتاج إلى أن أستمع إلى رواية أخرى من حضرتك بما أنك من أبناء مدينة بنغازي. شكرا لك يا عبد الله. عبد الحكيم من طرابلس، السلام عليكم. سلام ورحمة الله أخي محمد. أهلا وسهلا يا عبد الحكيم. نحييك ونحيي بارك الله فيك دكتور عبد الله الكبير وكل مشاهدين قناه كل الاحرار، ونحيي اخوتنا المقاومه في فلسطين، نسال الله رب العرش العظيم ان يثبتهم ويسدد رميهم ويحفظهم ويطعمهم من جوع ومن الخوف. اخي محمد كالتالي، سبحان الله الاغتيالات اللي صايره من بدايه اللي هي ما يسمى الكرامه الارهابيه، وهي سبحان الله تحت الاستخبارات المصريه والروسيه وللسعودية والإماراتية. هذا حتى تو سبحان الله يتكلم، هذا نقول أن لله وإنا إليه راجعون، خلال المنطقة الغربية في حالها، والناس اللي تشهد على اللي هي اللي جايين من أهل بنغازي يقولوا لك شنو الأمن والأمان والحرية الطيبة، والناس إن هي تتكلم وتنتقد من تنتقد، وما يرفعوش حتى سبحان الله في الصور المجرم. لكن يا أخي محمد اللي صاير متاع الدرسي
كسرقيوة واللي قبله واللي قبله محمود الورفلي والبرعصي رحمه الله قد زمان ترحمه عليه الإنسان ولا وعرف إن هي الكرامة إرهابية ما عادش يقدروا يتكلموا. هذه متاع الدريسي مش الأولى والأخيرة بتكون. وثانيا سبحان الله يا أخي محمد يبي يهزز البرلمان باش يبدأ شنو متاح هذه المنطقة الشرقية هو صغارة وقرباء وعائلتها هم يحكموا في المنطقة الشرقية. طيب. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع علينا الهم والغم والاستعراض الإدارة هذا وسبحان الله ما تفرجش فيه حد لو لاحظتوا وكل واحد عنده ملاحظة يا أخي محمد ما تفرج حد عليها الحفلة وحتى الحفلة اللي دراها متاع الأغاني ما جاء حد من أهل المنطقة الشرقية وحينتقدوا بإذن الله قريب. شكرا عبد الحكيم من طرابلس. وحفظ الله وليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من مصراتة السلام عليكم. أهلا وسهلا يا صديقي. والله هنا البرنامج حضرت الرد على أخ المنطقة الشرقية وبالله عليك ما تفكرت عليه يعني لا هو يا محمد يعني هو الأخ من المنطقة الشرقية قال رأيه وإحنا كنا نبه نسألوه أسئلة بس هو سكر. إحنا خلينا تو في موضوع الحلقة. إبراهيم الدرسي من اللي خطفه يعني شان مدينة مصرات أوكي. أول حاجة احترامي المنطقة الشرقية خوالي يرى وغادي المنطقة الشرقية يرى أول حاجة خدع عليها مطابع المخابرات المصري والجندات الإقليمية والدولية هذا ما يملكوش نفسهم يملكوا شخص واحد صنم واحد يعبدوا فيه المشير 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 هو أصل له مدى شيء هو يا راجل مجرم احنا حتى الاحترام للسياسيين المنطقة الشرقية يا تافهين احترموا نفسكم يا تافهين احترموا نفسكم احترموا تضحيات الرجال واحترموا الناس في المنطقة الجنوبية وفي الشرقية وفي الغربية احنا ليبيين يا سياسيين انتم يا انتعين لندن انتعين جنيف وانتعين موسكو المفروض المنطقة الغربية تطلع في الشباب المنطقة الغربية هو تو حتى الشاب الليبي يعاني من المعيشة ومن قهر الحياة كمان لكن نتمنى من السادة اللي يسمعوا فيها من المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية انتم يا منطقة الشرقية كانكم تريس في شباب المنطقة الشرقية ورونا انتم يا شباب المنطقة الشرقية شنو رايكم انتم من الوضع اللي صاير في البلاد انتم اطلعوا الشباب تكتل المنطقه الشرقيه تقول انتم يا برقه وانتم يا فزان ورونا وانتم يا قراغ صحونا لكن انا بحكم انا من المنطقه الغربيه يا سيدي ومعليش مربيش نطول عليك نختار في الكلمات سامات مفروض احنا في المنطقه الغربيه من مصرات الى عند المناطق الجبل فوق يطلعوا تكتل الشباب المنطقه الغربيه من اللي يصير من خوفهم في المنطقة الشرقية يدخلنا حد في كل من المهازل جوع الشعب الليبي وشردوه طيب. وتوا بيدروا صنم وبيعبدوه زي اللي قبله هذه رعام أرهام يا شكرا المخابرات أنتم شكرا محمد شكرا محمد من مصراته شكرا لك. عبد الله من طرابلس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله. أخوي محمد نحب نحييك ونحيي ضيفك عبد الله كثير حياكم الله اهلا وسهلا امين اهلا وسهلا يا عبد الله تفضل. والله محمد معروفه هي تو النخب معروفه يعني السوابق عند منه في واحد له سوابق شخص خد دموي يعني كان مع مجرم زمان هو المقبور فين كان المقبور شفته في ضربه في الجامعات هو هذا من سختان الاغتيالات كل وراه الاختيارات لسات البنغازي من ورايا اخوي محمد من الاستخبارات الأمريكية وهو معاهم هو قاعد حتى في حاجه ضد ليبيا مصر ضد ليبيا معاه اول حاجه لكن يا عبد الله يا عبد الله ابراهيم الدرسي هذا واحد من مؤيدي حفتر وحتى تابعيه يعني مع انه هو عضو في البرلمان لكن هو يعني يصنف كتابع لحفتر اكثر منه مؤيد له يعني بالتالي ما هي مصلحه حفتر وابنائه في انهم يخطفوه في خير بين كذا بس بيقتلوه ولازم في حاجه بيقتلوه لهدف معين فهمت يا اخوي محمد شن الهدف برايي هذا حفتر يمشي بدور استخبارات مصريه يمشي بدور يقول لك تعال هذا ودير هذا إن هذا بيتك فهمت يا أخي وهذا وراه وكل الاختيارات اللي صاير هذا وكذا كذا وراه الاستخبارات المصرية كم الاستخبارات هو عقيدة صباح هم الزول هذا مشروع
مستخسره مشروع يبي يصير اصبحت كل شيء صعيد واصبحت كذا واصبحت من اليمن واصبحت كذا شيء صاير اخوي محمد ولازم نفكروا هيك يعني لانه هو الزمان كان يقول حكم شكرا في السيارات يفجر السيارات الزمان يطلع هو يطلع في الاذاعه هو هذا ابراهيم الدريسي يعني يقول ترابس صنع ترابس يقول حكم مفجرات يفجر السيارات ولا نسيت احنا اللي كان شكرا هو. شكرا لك يا عبد الله. أعود لضيفي الأستاذ عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله لك المجال إذا كنت تريد التعقيب على ما ذكره السادة المتصلون اللي كانوا معنا قبل شوية. وسؤالي هو نفس السؤال اللي وجهته لعبد الله، ما مصلحة حفتر في أن يخطف إبراهيم الدريسي وهو الذي قال عن ابنه بالقاسم قبل أيام بأنه مهاتير ليبيا، يعني كاد أن يسميه بالقاسم مهاتير، وهو يعني كما قلنا هو ليس مؤيد لخليفة حفتر، هو 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 تابع لخليفة حفتر، وهذا كان يصرح به علانية يعني لا يخفيه. وبالتالي ما المصلحة يعني مجرد مشادة صارت مع جنود يأمنوا في الاحتفال معقولة تكون سبب في أن حفتر ينوي اختطاف إبراهيم الدريسي أو إخفائه؟ نعم، بالنسبة للمتصلين أولا أنا أبادلهم التحية وأشكرهم على مشاعرهم الطيبة. الأخت حياة واثقة بأن العقاب قادم وأن مهما يمكرون فالله خير الماكرين، هذه نحن واثقون منها ولا جدال فيها، سينتقم الله من الظالمين. السيد عبد الله مبنغازي الحقيقة جزء كبير من كلامه ما سمعتاش، لكن هو يدعو إلى حلقة عن الزاوية. لا بأس ندير حلقة عن الزاوية، تكلمت القنوات الفضائية الليبية ووسائل التواصل الاجتماعي الكل تحدث عن الزاوية، وربما هذه المرة بشكل أقل لأن أصبح متكرر غضوة بعد غضوة، وإن شاء الله لا نحن لا نتمناها، لكن ليس غريبا لما لينا من اشتباكات الزاوية يوم بعد يوم، ما فيش شهر اللي ما فيه اشتباكات في الزاوية. بقى احنا معترفين يا سيد عبد الله بأن احنا تحت سيطرة ميليشيات، ومكويس هالميليشيات هذه احدى اللي تسموا فيه جيش، يعني على الأقل الميليشيات هذه اللي في طرابلس عشان نقول لك الفرق بينها وبين اللي العصابة اللي تسموا فيها جيش. البرلمانيون وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب يمشوا لطبرق ويصوتوا في قرارات ضد التوجه السياسي للمنطقة الغربية، ويجوا وينزلوا في مطار معتيقة أو ينزلوا في مطار مصراتة وما حدش يكلم فيه. مت عمرك سمعت نائب في البرلمان من المنطقة الغربية خطفوه ولا عذبوه ولا مصيره مجهول؟ ما فيش. ويمشوا راهو ويشاركوا مع قيلة ويصوتوا لقرارات ضد التوجه السياسي للمنطقة الغربية. يعني الميليشيات هذه أرحم مليون مرة من هذه العصابة المجرمة اللي تسموا فيها جيش. ونديروا حلقة عن الزاوية وحرية التعبير مكفولة. هو أيضا أنكر الرواية اللي ذكرتها، قال بأن هي رواية مش غير دقيقة، ويبدو أنها هي يعني رواية غير منطقية حسب رأي عبد الله. وقال أيضا أن احنا نتصيد في الماء العكر كل ما يحدث في المنطقة الشرقية لوجود خلاف سياسي مع خليفة حفتر، وبالتالي هذه الأحداث لها أولوية. نحن مختلفون سياسيا مع خليفة حفتر، ما في ذلك شك، مجرم ولديه مشروع توريث، ولا فرق بينه وبين نظام القذافي، بل نظام القذافي كان أكثر ذكاء في ممارسته وفي قمعه، حتى في قمعه كان أكثر ذكاء مما يرتكبه هذا الجاهل وأبنائه وعصاباته من المجرمين. شفتوا خطابه في الأخير إلى الكلمتين، ما يعرفش يقول كلمتين على بعضهم، وتزعمون أنه مشير. نحن لا نصطاد في الماء العكر لأن شرق ليبيا جزء عزيز من ليبيا، وأنتم أعزاء علينا وأنتم أبناء الوطن، ليس تشفيا، وقلتها من الأول، قلت مش شماتة في الدريسي، حقوق الإنسان نرفض أن يتم انتهاكها لكائن من كان، حتى للمختلفين معهم، حتى لإبراهيم الدريسي، رغم أنه من الظلمة من الذين شاركوا في هذا الإجرام الذي مارسه حفتر في ليبيا. وكون إبراهيم الدريسي نائبا في برلمان عقيلة صالح، كون إبراهيم الدريسي نائبا في برلمان عقيلة صالح، لعل هذا يفضي أو يضفي أهمية أكثر لتغطية هذا الحدث، اختفائه في ظروف غامضة. نعم. والكل لا يعرف أين ذهب. نعم، لأن شخصية عامة، لأن نائب في البرلمان، ما هو شخص عادي. ولكن بتكلموا عن شخص عادي يختطفوا ويختفوا، هناك الآلاف من المعتقلين يا سيد عبد الله في سجون غرناطة وفي سجون حفتر، من يدري عليهم، من يعلم بهم؟ لكن لأن نائب في البرلمان وتم الإعلان عن القضية وتم الحديث عنها. روايتي غير صحيحة ربما، أنا قلت أن هذه الرواية التي أرجحها، وسأذكر السبب الذي بسببه
اعتقل الدرسي وربما قتل وربما تم إخفاؤه الله أعلم، ربما مصيره زي مصير الآخر القعيم لو تتذكروا. قعيم قعيم شوف شوفوا قعيم وقارنوا بين القعيم وبين الدرسي. قعيم كان من المؤيدين للكرامة وبعدين تبرد عن الكرامة وأعلن أكثر من مرة، قال حفتر بيغتالني وحفتر بعد الطيارة ودقوا الطبل يا عواقير، وطلع كل كلام فارغ. تم اعتقاله وسجنه لمدة 7 شهور، طلع ماشي على الصراط المستقيم. الآن هو من أهم الحراسات، حتى ابناء يدرب فيه مع الحراسات. المشكلة الآن هو الحارس الأمين لخليفة حفتر، يراقبه كظله. اللحظة التي خرج فيها قعيم على الفضائيات وأعلن أن من يقوم بالاغتيالات هو ما يسمى بالجيش وعندنا الأدلة، وقال حفتر يبي يغتالني، لقد رأى الحقيقة، لقد اكتشف الحقيقة، فتم سجنه لمدة 7 شهور باش أعادوه للحقيقة التي يريدون أن يراها في إطار الضبط والسيطرة. نفس الشيء الدرسي كان ماشي كويس مع حفتر، وكان أحد خدم حفتر وجزء من هذا المشروع، هو من الظلمة، أقولها المرة الثالثة أو الرابعة. عندما جاء إلى الحفل ورأى أن هناك من يسميهم بالغرباء، فرجان والله من ترهونة والله اسمحنين والله من أقارب حفتر، ما لقاش حد من عشيرته ومن من القبائل برقة، وتعرض إلى تفتيش وتعرض إلى معاملة فظة، رأى الحقيقة وقال تمينا غرباء في بلادنا. تم اعتقاله وتم ربما الاعتداء عليه ولا نعرف مصيره. هل تعتقد بأن هذا سبب كاف لخليفة حفتر من خلال تاريخ ما جرى في المنطقة الشرقية منذ سيطرة حفتر على المنطقة الشرقية؟ هل يكفي هذا سببا لحفتر بأن يخطف أو أحد أبنائها أن يخطف إبراهيم الدرسي لسبب ما أو يقتله أو يخفيه، مجرد أن الرجل تكلم بكلام فيه نفس قبلي وجهوي واعترض على وجود قبيلة خليفة حفتر في 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 كل في كل منطقة في المنطقة الشرقية؟ نعم نعم، هذا النوع من السلطة، هذا النوع من السلطة لا يقبل أي نقد، لا يقبل إلا التأييد. يعني اللي يتذكروا اللي عاشوا في ليبيا سنوات حكم القذافي، عندما خرج فتح الجهمي عليه رحمة الله على تلفزيون العربية وانتقد القذافي، شفتوا مصيره. لا يمكن لأحد في ظل هذه السلطة القمعية الباطشة الظالمة الضعيفة في الوقت نفسه، يعني كلمة واحدة، يعني نظام أو سلطة تخاف من كلمة، تخاف من واحد زي فتحي نبعجة داير ندوة يتساءل عن درنا ومن المسؤول، يخطفوه هو وجماعته، وواحد منهم قالوا مات وطاح من على الدروج أشبح قتلوه، والثاني البشاري مصيره مجهول، والبعجة مصيره مجهول، سرقيوه طلعت قالت كلمة في التلفزيون في تلفزيونهم وبكل هدوء، قالت راهو ما يصيرش الأخوان لابد نقبلوا بهم جزء من العملية السياسية، وما يصيرش الحل ما يصيرش بالحرب ولا بد من التوافق. شفتوا مصيرها، لا تقبل مثل هذه السلطة أي انتقاد، لا تقبل إلا التأييد. تطلع وتقول المشير أركان حرب وربي يحفظه وأنقذنا من الإرهاب وهو الكل في الكل وضناه اللواء صدام، مارسوا هذه الهواية المفضلة لكم لا تخرجوا عنها، هكذا يريد أن يقول لهم. من يخرج عنها مصيره مصير المرفلي، سرقيوة، حنان البرعصي، الدرسي أخيرا وليس آخرا، والقائمة تطول. عبد الحكيم من طرابلس، تحية إلى فلسطين، تحية إلى فلسطين في كل وقت. الاستعراض لم يحظى باهتمام طبعا، لنا خلاص يعني ملوا الناس من الاستعراضات، من أيام ستالين ومن أيام هتلر ومن أيام موسوليني وجيب لي ذبابات في الشارع واستعرض، ملوا منها الناس، مشهد مكرر ومقزز ويبعث على السأم، خلاص يعني الناس تمل حتى من فيديو لمدة 3 دقائق داير لي استعراض من الفجر اللي عند المغرب، تمل بين بيشوفها وانه جايب لي مصريين ومزوق لي صواريخ ومزوق لي، هذا كله خيال. الحقيقه رناها في كمين الزيتونه اللي جايبهم هذيم ومسميهم جيش في اللي طار 20 متر في الهواء. محمد، دعوه الشباب من الشرق والغرب والجنوب الخروج للتعبير عن رايهم، هذا مطلبنا، مش الشباب بس، شباب كهول عجائز، الجميع يخرج ويعبر عن رايه ويستعيد بلده، يطالب بان يستعيد بلده من هذه العصابات، لا استثني احد، شرق غرب جنوب، ميليشيات والله يسمي روحها ميليشيات والله يسمي روحها جيش، والله كل طيب. من لديه سلطة ونفوذ ويمارس هذا العبث في ليبيا لابد من الخروج ضده. عبد الله من طرابلس ذكر أن
الدرسي سبق أن دعا إلى ممارسة الاغتيال. نعم، لديه فيديو شهير يتم تداوله الآن على وسائل التواصل الاجتماعي. الدرسي الغريب يعني، حافظ لكتاب الله وإمام جامع ويدعو، قال أن بده في الاغتيالات، قال بده كل مرة ضرب واحد. يعني نفس الإرهاب اللي أنت تزعم أنك تقاوم فيه، وقال يقطعوا في الروس في بنغازي والمداعش، ورفضت الأسلوب هدايا وانضميت للكرامة لمحاربة الإرهاب، وأنت تدعو إلى الإرهاب. الرجل عايش في تناقض ومش عارف روحه. تفضل أستاذ محمد. واضح أستاذ عبد الله، ولعل قد يكون يعني لا قدر الله قد يكون لاقى نفس المصير، وحتى الآن لا نعلم ما الذي لا جرى. لا نتمنى له الشر، لا نتمنى لا. له إلا الخير، نتمنى أن يعود سالما غانما إلى أهله. لماذا؟ لأن في النهاية عنده أسرة، وعنده ربما عنده أطفال إذا كان هو متزوج، وعنده أب وعنده أم. يعني حتى من أجل هؤلاء لا نتمنى أن يصيبه أذى أو مكروه، ونرفض انتهاك حقوقه كإنسان مهما كان الخلاف معه. هذا بكل تأكيد أستاذ عبد الله. أنا استدركت على كلامك عندما أشرت إلى الفيديو الذي يدعو فيه الدرسي إلى ممارسة الاغتيالات، وقلنا بأنه قد يكون لاقى نفس المصير استنادا إلى ما جرى من أحداث سابقة في بنغازي. معي مجموعة من المتصلين أستاذ عبد الله، نستمع لآرائهم. عبد الباسط من ترهونة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير محمد. مساء الخير، اهلا وسهلا يا عبد الباسط. مرحبتين بك حميد، انت وضيفك الكريم، ان شاء الله طيبين صحيحين يا محمد. بارك الله فيك، اهلا وسهلا. يا محمد، انا اول الحديث هو على الاختفاء هذا وعمليه الاغتيالات والحاجات هذه. هذه المواضيع على ما هيش جديده ولا كذا. اذا كان تبي تشوف الامور هذه يا محمد، راي المواضيع هذه راي من مقتل عبد الفتاح يونس لعند الآن، والمواضيع كلها كل ملف من ذلك يمشي فترة معينة ويستكثروا معاك عليه دوا. المواضيع يا محمد السياسة صعبة والأمور هذه صعبة، لكن أنا نحكي عن المواطن يا محمد. المواطن تندبس الأمور هذه. معقول اليوم 14 سنة يا محمد الدولة قاعدة في صراع، وفي النهاية بكل حميدة كلها جاي على رأس المواطنة. الناس هذوما اللي عندهم إمكانات وعندهم شيء، سواء كانوا في المؤتمر الوطني، سواء كانوا في النواب، سواء كانوا في الواحد برا، لاحظهم يا محمد انت تو قدام عينك ما فيش واحد قاعد في ليبيا كلها تتكلم خارج ليبيا. اللي دار قريشين ودار واحد قال لك شيء، فانت من يصرف عليك البرا؟ انت اللي تتكلم من برا، من يصرف عليك؟ مين تجيب فيه الدولار واليورو غادي جاي اللي عايش فيه انت؟ أنا محمد في حاجات رأي. عفوا يا عبد الباسط، هذا عفوا يا عبد الباسط، هذا الكلام انت 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 هذا الكلام لمن موجه لو سمحت؟ لا احنا ما عنديش رصيد من بيش يكمل عليك من دوا. انا نوجه كلمه لولي العهد يرجع لبلاده، يرجع لليبيا عام عامين. الراجل هذا يا راجل ان شاء الله. يا عبد الباسط، يا عبد الباسط، يا عبد الباسط، يا عبد الباسط، حتى ولي العهد إذا كان يبي يجي ومش حيلقى شعب يتحرك معاه مش حيصير شيء، ولا حيقدر ياخذ شيء من السلطة. وبالتالي إذا كان الشعب ضحية ومش قادر ياخذ حقه بيدها، فهذه مشكلة حتستمر. هذه الوحوش والديناصورات اللي كما وصفت من مبعوثين أمميين لليبيا ستستمر في أكل قوت الليبيين والتغدي أو تتغدى على قوتهم وعلى دمائهم كذلك. شكرا عبد الباسط، ولا أعرف حقيقة ما علاقة ما ذكرت أنت بموضوع الحلقة. مفتاح من زليطن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، تحية ليك ولضيفك الكريم ولكل الله. مشاهدي قناة التناصح الفضائية، أولا نترحم على شهداء بركان الأقصى المجاهدين المرابطين في غزة، ونتمنى لهم النصر بإذن الله تعالى. كما نترحم على فضيلة الشيخ عبد اللطيف الشويرف رحمه الله، وأن يسكنه فسيح جنته. بالنسبة لهذا السيناريو، سيناريو القتل والاختفاء القسري في المنطقة الشرقية، هذا سيناريو قديم حديث، وهو سيناريو مستمر وحيستمر ما دام أسير تشاد موجود ومهيمن على المنطقة الشرقية. فهو المسؤول عن الاختفاء وعن القتل، عشرات بل مئات اختفوا، ويعلم أهل بنغازي وقبيلة الدرسة يعلم من وراء هذا الاختطاف أو هذا الاختفاء، وقد قتل. أنا أعتقد أنه قد قتل. هذا كما يقال
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وأن إبراهيم الدرسي أحد الضحايا، وهو طبعا ينطبق عليه من أعان ظالما سلطه عليه، سلطه الله عليه، فهو سيناريو مستمر. والمنطقة الشرقية نسأل الله العلي القدير أن يخفف عليهم هذا الطاغية حكم العسكر المجرم الذي جتم منذ بدأ ما يسمى عملية اللا كرامة الإرهابية، وهو شكرا. سيناريو بالتفاهم مع المخابرات المصرية. نسأل شكرا. الله أن يخلص المنطقة الشرقية من هذا المجرم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا مفتاح أو سيد مفتاح. عبد المنعم من السويد، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي محمد، أهلا وسهلا يا عبد المنعم، تفضل. كيف حالكم؟ تحياتنا لضيفك، حياكم الله. أخي محمد، أنا عندي نقطتين بس. النقطة الأولى هذه متاع احتفالات الهزائم متاع شخشير الرجمة، يعني هو من فضيحة تشاد لطرابلس لكف غريان لكمين الزيتونة، والله ما عارف أن الصدج اللي معاه بأي صفة يحتفلوا، يعني لما جالسين وجايين وفي اللي في الفيس يطبلوا له، والله ما عارف. نعم. الغابات، لو ترفع صوتك بس يا عبد المنعم حتى تكون يكون الصوت واضح. هل قلت لك هالغباء ولا معمع لعيونهم ولا مش عارف بأي صفة يحتفلوا، بكمين الزيتونة ولا بكف غريان ولا بتشاد ولا ما فهمتش. تلقاهم في الفيس يطبلوا، في العراء غادي يطبلوا، والله ما فهمت. والنقطة الثانية متاع الدرسي، والله يستغفر الله، يعني مش شماتة، لكن نتمنى اللي في مجلس في زريبة اسمه زريبة عقيلة صالح كلهم يلاقوا نفس المصير، لأنهم ما يتعضوش لا بالورفلي ولا بسرقيوة ولا بالحجازي، ما يتعضوا بحد. هذا يشوفوا فيها فلوس ويشوفوا فيها نهب للشعب. اللي شريف زي الأخت هذه اللي مش عارف شنو اسمها، حنان شلوف، كانت شريفة بجد، وتحياتي لها، هي اللي طلعت من هالزيبة. طيب هذه يا عبد المنعم، يا عبد المنعم، قبل كل شيء، أولا يعني أنا لا أقبل ما مررته وذكرته، لأن هذا البرنامج لا يمكن أن يكون منصة للدعوة لخطف أو قتل الناس. لكن أعود بك إلى موضوع الحلقة مرة أخرى، تقول برلمان طبرق إذا كان ما تحركوش وإذا كان كذا، يعني حتى لو تحركوا برأيك شنو يقدروا يديروا في موضوع اختطاف الدرسي الآن؟ والله هذا بما كسبت أيديهم اليوم، قداش ليهم سنة وهم يماطلوا ويشوفوا في مأساة الليبيين ويشوفوا في ما عندهم، ما بيتحركوا هذا كل يوم ذابح لهم واحد زي ما صاير في الأولين، تو يمشي على الآخرين، اللي بيفتح فم، اللي بيقعد يعبد في حداء الشخشير وبيقعد يسجد لصغاره، هذا عايش بلا كرامة ومخلينه، واللي بيتغلغل فيه شوية ضمير وبيفتح فمه وبيتكلم براح يلقى مصير سرقيوة والدرسي وهلما جرى. شكرا عبد المنعم من السويد، شكرا لك. يونس المصراتة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تحية طيبة أستاذ محمد، وحياك الله دين الموفق، نسأل الله العزة والثبات لقوتنا في غزة، ومشكور أستاذ عبد الله. والله يا خير الكلام ما قل ودل، والله أستاذ عبد الله يعني كفو ووفق، يعني متابع جيد. أنا ما عندي ما نزيد إلا طبعا يقولوا ليس عتاب الناس للمرء نافعا إن لم يكن للمرء لب يعاتبه. يعني الحقيقة يعني مفعول بينا من سياسة، قضية كبيرة وتبي وعي كبير من الناس. هنا مشكلتهم توجه القتل والاختطاف، وقدوا وصلوا الناس زي مدار الأزمات أن الحل عندهم هي الإرهاب، يحرس الردايا يا أنصار المدمر يا طاعة ولي الأمر، يجبروا فعل الناس هذه مخطط كبير. وما قتل السفين الأمريكي، وضع السفين الأول السفين هذا مخطط لليه، هذا تبقى وعي كبير بما حولنا، وزي ما قلنا ردود الفعل وليس متأخر، والأسف أنه متأخر باتجاه الخاطئ غلبنا. تبقى وعي كبير كما قال الأستاذ عبد الله بارك الله، بدون وعي المواطن نهضة كبيرة مطالبة بقيمة الطبيب، القوانين والقضاء هذا كله راه يبدأ على الأقل الحد الأدنى من الحقوق بعد التضحيات. وما من رضعة تجد شكرا. في ظهرها داب راف الحرية خربها وشرها، راه اللي نعرف الحرية ويعني وصلت الناس قاعدة في يعني شبه محايد، المحايد هو شخص قد يكون لم ينصر باطل شكرا يونس، من المفقد أنه لم يقف مع الحق. شكرا يونس مصراتة. عادل من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عادل. نهارك طيب، شنهاك أخوي محمد؟ الحمد لله، أنا وسهل. اللهم ينصر أبطالنا في غزة، يا الله يا حي يا قيوم. نعم أمين. ألو أخوي محمد، تسمع فيا؟ نعم نسمع فيك يا عادل.
يا اخوي محمد. نعم. اعضاء البرلمان راهو كلهم متكاتفين مع حفتر كلهم. حتى اللي في المنطقه الغربيه. علاش تو نقول لك يعني انا صارت لي تو معلش حاجه هي تتبع الموضوع جزء من الموضوع. انا منذ اللي فات كلمت على مشروع في عملي يخص عملي. هل تعلم يتصل بي احد اعضاء البرلمان يهددني يقول لي كلام والفاظ نائيه باهي من غدويته يستدعوني للتحقيق في عملي على مشروع تكلمت عليه ان تكلفه غاليه والبرنامج المفروض راهو في اجتماع نقابه باهي. بالنسبه لاعضاء البرلمان راهو قسما بالله ما رايدين لليبيا خير. مفروض الشارع يطلع يسقط البرلمان لان شوف هو عاد هو مدرسي هذا والله الا هذا جزاء جزاء من جنس العم لان ما احترمش العاصمه طرابلس وقال المفروض تفجير في تفجير واضح باهي هذا ما يعني لي شيء باهي. لكن اعضاء البرلمان راهو تغولوا يا ليبيين راهو يهمهم الماده وعاجبهم جو حقر وهم جزء من المؤامرة. مفروض أعضاء البرلمان لو فيهم نخوة في النهاية هو زميلهم الدور جايهم إقاطة راجبي واحد من المنطقة الغربية يدي إقاطة والله ما يمشيش. فما استغل الاستخبارات المصرية مع حفتر واصل طرابلس والتآمر على الشعب الليبي واصل المؤسسات وطرابلس ويبقوا البلاد فوضى وراهو فلسطين. نشكر أبطال غزة لأن عرض العالم العربي. شكراً. هذا اللي يدعي الإسلام مع احترامي للمسلمين الصح اللي قاعدين ثابتين على العهد. شكراً. ولا حقتهم إنهم هم كانوا يتآمروا على فلسطين وعلى كل. شكراً عادل. شكراً. وهم في برامج ثانية يبهدلوا في الشعوب الإسلامية في حياتهم الخاصة. في حياتهم شكراً الخاصة. شكراً يا عادل. إن شاء الله تكون رسالتك وصلت يعني. شكراً لك عادل من طرابلس. معي ناجي من قصر بغشير وكذلك منصور من صرمان. السلام عليكم يا ناجي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تحية كافة وتقدير للدكتور عبد الله الكبير ونقول لذلك مباركة ونقول لك كلمة واحدة يعني هيك يا الله أعلم وأكيد أكيد الحق من بداية غزة وأبطال غزة هذا الحق بيطلع الحق سوا كل انكشف في انتراكة أبطال غزة هذا الحق بيطلع وبعد تالي لومي على الشعب الليبي المفروض يطلع الشعب هو اللي خاص مصيره. اما الكلام والدوه ما يفيدش الشعب يطلع ويحدد مصيره هكا الصح. الحق واضح وكل شيء واضح تو نبوا انتفاضه الشعب وتدير نظام برلمان دستور وتمشي البلاد 100 100. اما من غير هذا الحل في يد الشعب وبارك الله فيك. شكرا لك ناجي. معي منصور من صرمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك يا اخي محمد ولي حياكم الله الدكتور عبد الله الكبير ولكافه المشاهدين واللي بنستقبل مكالمتنا وتحيه لكل ابطال عنا في فلسطين وعلى عامه وغزه خاصه واسال الله ان ينصرهم ويوفقهم. اما بخصوص النائب ابراهيم الدرسي والله زي ما قال الدكتور عبد الله احنا ما نتمنولهش شر الا ما انا في النهايه إنسان مسلم بغض النظر. لكن القصة عندما اتهم هو في مقابلة وقال أنا اللي بيحنا عارفين يسرقوا السيد حماد ويا سيد كذا ويا سيد كذا يعني واتهام واضح وهو اعتبر أنه بيقولها يعني بيمررها. لكن هم قالوا له وين تمشي انت هذا كانك انت خلوك انت تتكلم في البرلمان وفي قناة وكذا ومقابلة يعني إنه الخبط من احترامي ليك ويقول كذا كان خبط من المذيع يعني اللي صعب اللي مدير اللقاء وطلع له برنامجه فقال لك زي ما قال لك المثل يقول اضرب المربوط يخاف المطلوق فضروري. ولكن انا اعتبرها حتى فيها شويه راه مازال انا ما نقولش ماثرة هذا حسب ما ارى انا ونشوف مشاهده السياره واللي مديرين كل سياره وبعد تالي تنحيه الكاميرات كلها على مستوى البنغازي في المكان وكذا نحاها وسحبها وكذا معروف من ضربه وين هو مكانه تو ونقول لكم انا حيرجع سالم ويرجع زي ما قال الدكتور عبد الله زي ما كان فرج قعيمه واحنا رانا في القاع فلقت انا بدات اسمع فيه كيف فلق ما شاء الله بدا ماشي زي ما نقول احنا على خط زي قبل عندنا كرمك الله لما واحد بيسلك الكاكاويه
يقول الحمار كرمكم الله حشاكم حسن بن سمعين يقول له خطك يمشي خطه، هذا اللي دارون انت. واللي يقول كان ايماني واتحدى اي نايب، اي نايب يتكلم هو غد اي طيب. نايب من الغرع من الشرق من تحت الوطاء من فوق الوطاء يقول حتى سين، كلمة سين في على حفتر ولا صغار سارق، ما لا سارق كلمة سين ينطق حرف السين فقط، أتحداهم أتحداهم في جلسة عملية حرف السين حينسوك أنا حياك الحي. طيب شكرا لك منصور من صرمان. أعود لضيفي الأستاذ عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله، باعتقادك الآن ما كيف سيكون مصير إبراهيم الدرسي؟ أنا بالنسبة لمصير إبراهيم طبعا يعني نتمنى نسأل الله له السلامة، يعني لا نتمنى أن يصيبه مكروه رغم ما بيننا وبينه من اختلاف جذري، ولعل هذه تكون درسا له ليتعظ ولكي يدرك الحقيقة، ربما أدرك الحقيقة هو ولكن لكي تترسخ الحقيقة في 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 نفسه. مصيره مجهول حتى الآن. أنا أيضا لا أرجح أنه قد قتل، ربما ما زال يتلقى العلاج. استمرار الضغط والحديث عن الدرسي والمطالبة بكشف مصير الدرسي أمر مهم جدا للضغط على هذه العصابات المجرمة التي اعتقلته. تعليق سريع على ما تفضل به الضيوف. أولا أنا أبادلهم التحية، ولدي ملاحظة، يعني الذين وصفوني بالدكتور أنا أقول لهم يعني ربي يرفع من قدركم، لكن راني مانيش دكتور، لابد أن أكد أنني لا أحمل شهادة الدكتوراه ولا أدعيها. أنا أكثر شهادة علمية وصلت لها بكالوريوس كيمياء، صحيح نقرأ ولا لا أتوقف عن القراءة، وفي كل المجالات نقرأ لين يعني لين عيون قريب ينعمل من القراءة، لكن لا أسعى لأي شهادات، أسعى إلى العلم والمعرفة ولا أسعى إلى أي شهادات، بارك الله فيكم، لكن راني مانيش دكتور، لابد من التأكيد على هذه النقطة. السيد منصور وأغلب المتصلين يعني يرسلون تحية إلى غزة ويستبشرون بنصر غزة. نصر غزة هو نصر لكل الأمة العربية، لكل الشعوب العربية ضد هؤلاء الطغاة الذين هم مجندون للصهيونية ولخدمة أمريكا وصنائعها في المنطقة. نصر غزة فاتحة خير على الشعوب العربية وفاتحة بوابة التغيير الجذري في هذه المنطقة العربية وسقوط كل الأصنام بإذن الله. يونس من مصراتة يؤكد على ضرورة تنامي الوعي لدى الناس، نحن نتمنى أن يتنامى الوعي لدى الناس. السيد عبد الباسط أشار إلى نقطة مهمة من ترهونة المتصل الأول في المداخلة الثانية، قال الاغتيالات لم تتوقف والملفات لم تقفل منذ اغتيال عبد الفتاح يونس. صحيح، وين الاغتيال ولا الاختفاء اللي تم التحقيق فيه وتم معرفة المجرمين؟ ما فيش، كلها يتم تلفيقها ويتم إغلاقها من قبل القوى الفاعلة في ظل قضاء عاجز لا يملك لأنه ليست لديه الأدوات. أشار إلى نقطة قال اللي عايشين برا هذين من يصرف عليهم، هذه نقطة لابد من توضيحها. يا سيد عبد الباسط، مش كل من عايش برا راه يصرفوا عليه، راهو برا متاح لك الخدمة تقدر تخدم، وفي بعض الدول التي تحترم حقوق الإنسان لو أنت عاطل عن العمل، في بريطانيا هنا لو عاطل عن العمل يدوروا لك عمل، يساعدوك في الحصول على العمل، لين تحصل على عمل يعطوك باش تعيش، وكان معك عائلة لابد يدبروا لك في حوش، لو ما عندكش عائلة ممكن تتأخر شوية يعني تقعد مع صديق ولا تقعد تحت الكوبري أسبوع 10 أيام، لكن لابد يسكنوك في احترام لحقوق الإنسان، وهذا اللي نبغوا نوصلوا له في بلادنا. ما فيش حكاية يصرفوا عليك، صحيح في اللي يصرفوا عليهم، لكن راه تعرف اللي يصرفوا عليه، اللي تلقاه يطبل ويمجد ويبرر للمجرم في جرائمه عين عينك، هذا احتمال كبير هذا المجرم أو هذا اللي طبل له أو هذا المسؤول يصرف عليه. أما الحر اللي محتفظ بصوته واللي محتفظ بحريته وبكرامته يخدم حمال هنايا، يخدم حمال يحمل على كتوفة ولا يخضع لحد ولا يخلي حد يصرف عليه، إن إنسان عنده كرامة، فلا تضع الجميع في سلة واحدة، أنا نخدم وبعرقي وأعمل وما يصرفش علي حد، وعايش في بريطانيا وتساعد فيه الحكومة لما ما حصلش عمل. تقريبا هذا هو. نقطة أخرى أشار لها عادل، قال المخابرات المصرية متغلغلة، طبعا دولة إقليمية كبيرة ودولة مؤسساتها عريقة مخابراتها قوية وفي المنطقة الشرقية تصول وتجول، وبل هناك تقريبا الإحصائيات تقول أن عدد المصريين العاملين في المنطقة الشرقية في شرق ليبيا حوالي 2 مليون. إذا كان سكان برقة كلها، إذا كان سكان برقة كلها يعني في آخر إحصائيات أقل من 2 مليون، إذن نسبة المصريين الآن أكثر من 2 مليون. نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها بالنسبة لعبد الباسط، راهو الهجرة من بلدك
من منطقة تعرضت فيها لظلم في بلدك إلى منطقة أخرى كما حصل مع أهل بنغازي، جور المنطقة الغربية ولا مشور المنطقة الجنوبية، هربوا من حفتر ومن ومن إجرام حوالي 200,000. هذا راه بالأمر الإلهي، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لا 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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الدعوة إلى الهجرة إذا كان باستطاعتك، إذا كان عندك إمكانية وحتى وأنت مرغم هاجر، ما تقعدش في مكان أنت متعرض فيه للظلم. طيب. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهناك أمر إلهي بالهجرة. شكرا. إذا كان أنت ما قدرتش تعيش بدينك وبكرامتك وبحريتك وبصوتك في المكان اللي أنت عايش واضح فيه. واضح أستاذ عبد الله، أعتقد لك مرة أخرى أن فيه اللي عايشين برا وفي بلدان غالية غالية والصعوبة والمعيشة فيها غالية، ولكن عايشين بكرامتهم في الحد الأدنى. هذا واضح. هذا واضح، أعتقد أن الرد واضح جدا أستاذ عبد الله الكبير. قبل أن أختم هذه الحلقة أريد أن أنوه للسادة المشاهدين والمستمعين الكرام بأن قناة التناصح الفضائية تبدأ انطلاقا من اليوم عبر برنامج من ذاكرتي رحلة استثنائية لتأريخ المشهد السياسي الحديث في ليبيا، حيث يفتح رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ورئيس تيار يا بلادي طبعا، يفتح صفحات من الماضي ليروي أحداثا عايشها تروى لأول مرة، فتابعوها الساعة 10:05 بتوقيت العاصمة طرابلس. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج شارك، أشكر ضيفي الأستاذ عبد الله الكبير الكاتب والمحلل السياسي، كان معي عبر سكايب من لندن. أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.